أطيب تحية من القلب بتوجه فيها لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تشوفونا داخل لبنان وخارج لبنان من تلفزيون لبنان وببرنامج مشوار بلبنان. لما بدكم تحكوا عن صيدا ما بتعرفوا لا من وين تبلشوا ولا كيف بتخلصوا. هالمدينة اللي كان لقبها سيدة البحار قديما وحملت اسم صيدون بتختزن جواتها تاريخ معظم حضارات العالم القديم وبتضم أكثر من 42 معلم سياحي لغاية اليوم، على أمل أنه تقدر الاكتشافات والحفريات الحديثة تزيل الغبار عن عشرات الأثرات يلي بعضها مطمورة بمختلف أنحاء هالمدينة العريقة. ساهمت صيدا بنقل الحرف والمعرفة والعلوم إلى مختلف سواحل العالم، فحفرت اسمها القديم صيدون بمعظم كتب التاريخ عبر الزمن. مدينة صيدا هي يعني بلد ما في شك له جذور عميقة بالتاريخ، وهذا حتشوفوه اليوم، إلى جانب أنه صيدا تحتفظ بصيدا القديمة. تكاد يعني البلاد اللبنانية قليل ما تلاقي المنطقة القديمة، يعني منطقة صيدا فيها صيدا القديمة لم تتغير ممكن من أكثر من 100 سنة. شقت مراكب الحضارة الفينيقية مياه البحر الأبيض المتوسط محملة بأهم المنتوجات والسلع من نسيج وزجاج وغيرها، وحملت معها ريحة الياسمين وزهر الليمون يلي كان منتشر ببساتين سيدة البحار صيدون. تمتاز صيدا بمناخها المعتدل خلال الفصول الأربعة وهي مقصد الزوار على مدار السنة، فكيف ما كان التأس بمدينة صيدا بتبقى بوابة وقلوب أهلها مفتوحة لاستقبال المقيمين بلبنان من كافة المناطق اللبنانية والمغتربين من مختلف بلدان العالم. وقبل ما يبتدي المشوار بأحياء صيدا عاصمة الجنوب ومعالمها الأثرية والسياحية، خلونا نتعرف أكثر على معلومات عامة عن هالمنطقة بهالتقرير. صيدا هي ثالث أكبر مدينة بلبنان وأكبر مدن محافظة الجنوب. بتبعد عن بيروت حوالي 45 كيلومتر وعن سور 40 كيلومتر، وهي إحدى أهم المدن الساحلية اللبنانية. بيرتكز الاقتصاد الصيداوي على التجارة والزراعة، خصوصاً زراعة الحمضيات بالإضافة إلى صيد الأسماك. بيبلغ عدد سكانها حوالي 130 ألف نسمة. أما اسم صيدا فممكن يكون نسبة إلى صيدون بن كنعان أو نسبة إلى صيد السمك اللي اشتهر فيها سكان صيدا. شو هي الطرق يلي بدك تمرق فيها وشو هي المناطق أيضاً يلي بتمر من خلالها لحتى توصل على هالمدينة العريقة مدينة الياسمين؟ منشوف سوا هالخريطة الصغيرة وبرجع بشوفكم. طريقكن من بيروت لصيدا بتمر عبر خلدة، النعمة، الضمور، السعديات، الجية، وصولاً إلى صيدا. أول محطة بصيدا رح تكون العتا البحرية يلي معظم الناس والعالم بيعرفوها عبر صورتها الموجودة على خارطة أهم الأماكن السياحية بالعالم، مثل ما الأهرامات هي رمز مصر، فأيضاً هالقلعة هي رمز مدينة صيدا. هي رمز المدينة، كان على الليرة اللبنانية ولا على كروتة البوستال ولا الصور اللي قاموا فيها المستشرقين اللي رسموها. نحن بنعتبرها حارس المدينة الأمين. نعم. فهذه مبنية من سنة 1227 لغاية سنة 1228، خلال أربعة أشهر. ميلادي. أربعة أشهر.
هلا اللي بنوها هن الصليبيين، هن كان المحاولة فيها مش قلعة دفاعية قد ما هي قلعة انه مجموعة من الصليبيين كانت ناطرة الامبراطور هوهنستوفن فريدريك هوهنستوفن ليجي من جهة عكا، فبالوقت الضايع شو بدي يعملوا؟ يتسلوا، عملوا برجان وسور بيناتهم. الفن المعماري اللي فيها فن جوتي ارجوتيك اللي اشتهر هو شفنا تماثيل على الباب هيدا التماثيل اللي محل. يعني هن تأثروا فيها كمان بالفن الفارسي اللي كان موجود معبد أشمون، لأن أغلبية حجارتها هي من معبد أشمون، منقولة من معبد أشمون لصار لأنها حجارة ضخمة وفيها بعض القطع الأثرية من العهد الروماني اللي بتشوفها هي اللي لحتى تتماسك الحجارة مع بعضها. فبالظاهر بالواجهة الخارجية بتشوفها الحجارة المدورة من الجرانيت اللي منقولة من مصر بالعصر الروماني. هالقلعة اللي سميت أيضا بقلعة البحر بتبعد حوالي 80 متر عن شاطئ البحر اللي بيربطها فيه هالجسر الصخري اللي بيرتكز على 9 أناطر. أما بالقسم الشرقي من القلعة فبيرتفع برج نصف دائري بناه الصليبيين، وهو عبارة عن برج كبير له عدة بوابات من الجهة الجنوبية وبوابة واحدة من جهة الشرق بقيت موجودة حتى اليوم. القلعة البحرية للقلعة البرية اللي بتحمل أيضاً اسم القديس لويس، وهي قلعة قديمة طبيعية بتعود للعصور الفينيقية الأولى، وتهدم جزء كبير منها تحت تأثير الحروب والزلازل. اليوم هالقلعة عم تنفض عنا غبار الدمار يلي تعرضت له، ورح يرجع طائر الفينيق يحلق بسما صيدا وترجع قلعتها البرية مثل ما كانت. وبدل ما تنفتح بويبة قدام هجمات المماليك رح تفتح بويبة للزوار من مختلف أنحاء العالم. بعد في كتير معلومات ممكن تتعرفوا عليها ما رح أقولها كلها، اتفضلوا على مدينة صيدا وشوفوا قلعتها ورجعوا كملوا معنا المشوار. بالقرب من قلعة صيدا البحرية ومقابل المرفأ وعلى مسافة قريبة من الأسواق الشعبية بيتواجد خان الفرنش يلي انبنى من الحجارة الرملية بعهد الأمير فخر الدين المعني الثاني. خان الفرنش بنى الأمير فخر الدين الثاني ببداية القرن السابع عشر تقريباً عام 1610، بنى الاستقبال التجار الأجانب اللي بتجي من برا. الغرف الأرضية هي عبارة عن غرف للبضاعة، القاعة الكبيرة اللي صورتوها أكيد هذه كانت للخيل يطلع ينموا بالطابق الأول. الفرنش بيتألف من طابقين و 24 غرفة وقاعات كبيرة. رمم هالخان لأول مرة بالعام 1809 من قبل الدولة الفرنسية. سنة 1838 تأثر بزلزال فتعرضت بعض جدرانه للتصدع، وب 15 أيار 2002 تم إعلان خان الفرنش كمركز لبناني فرنسي للتراث والثقافة الأوروبية المتوسطية العربية. خان يعتبر مركز ثقافي لمؤسسة الحريري، كل شيء عنا نشاطات ثقافية فنية تراثية بينعمل عنا. استقبلنا خبراء اليونسكو، استقبلنا معارض ميلادية وأمسيات رمضانية. طبعا الخان بأجنحته في عنا كذا مشروع، في عنا غرفة لوزارة السياحة، غرفة لبيت المحترف اللبناني اللي بترجع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وفي عنا حاليا 6 غرف منامي بالطابق الأول هو أوبرج عم بيتأجروا يعني
الأوبرج بس حاليا قيد التأهيل هلا. نعم. وفي عم تأهل الخان هلا سنة الجاي كمان الخان بده يستقبل مركز الثقافي الفرنسي. أجمع عدد كبير من الرحالة والمستكشفين على أنه ضخامة خان الفرنش سببها الكمية الكبيرة من الوضائع اللي كانت تصدر وتستورد من وإلى صيدا من كافة مناطق الساحل الجنوبي. حضرتكم من وين جايين؟ من الدامور. ليش جايين لهون على خان الفرنش تحديداً بصيدا؟ نحن دايما بنجي على صيدا تو هاف فان يعني، وخان الفرنش شي حلو بنفتخر فيه نفرجيه للزوار. كيف لقيتي خان الفرنش؟ انا لسه بدأ الزياره بس جميله قوي. انا كان بحب لبنان وكل حاجه فيها حلوه قوي. كل المصاروي اللي عم بشوفوك شو بتحب تقولي لهم لحتى يجوا على لبنان؟ قال لهم لبنان بلد جميله قوي، طبيعه فيها حلوه قوي، الشعب جميل، لي أصحاب كتير في لبنان، أشجعهم ييجوا يستمتعوا بجمال الطبيعة، بلد جميلة فيها حاجات مكتوبة في الكتاب المقدس حصلت بحب أشوفها، فيها تاريخ وعراقة كبيرة قوي. لازم يجوا يكتشفوا مكان مختلف تماما عن مصر، يعني بكل أشكال، بالثقافة، بالطبيعة، حتى بالأكل مختلف، فييجوا يكتشفوا حاجة مختلفة. pour les français venez au Liban parce que c'est déjà c'est un pays où la francophonie est assez forte. J'aimerais parler aussi aux croyants de venir aussi au Liban connaître le christianisme au Proche-Orient. Venez au Liban, c'est un pays qui a beaucoup à nous apprendre, qui est très riche et je suis persuadée qu'il pourrait vous toucher et vous faire apprécier leur culture. عودة لمتابعة مشوارنا بصيدا من قصر دبينة يلي بتمتلكه عائلة دبينة وبعود بناء هالقصر إلى القرن 18 وبعض محافظة على طابعه الشرقي وهو يعتبر من أجمل القصور القديمة. قصر دبينة تعمر بال 1721 ويعتبر من المعالم المهمة بمدينة صيدا القديمة، والحسنة فيه انه في مين حامل همه وعم بحافظ عليه، واليوم فتحينه للزوار كان عندنا الخيار انه احنا نضل ساكنين فيه او نفتحه للزوار، واعتبرنا انه تراث للبلد بيحرز انه نحن نظهر منه ونفتحه للزوار إن كانوا اللبنانية أو أجانب، وعم بيجينا 2000 زائر بالشهر وأكيد يفوتوا ببلاش. اعتبرنا أنه يتفرجوا عليه من دون ما يدفعوا مصاري، بنقدم لهم قهوة وسنيورة حلو عربي، أقل شيء ضيافة اللبنانية. بقى هيدا معلم مهم لتراث تراث الصيداوي وما في كتير منه لا بصيدا ولا بلبنان، يعني بينعدوا أصابع الإيدين الأبنية العثمانية اللي فيها موزايك بيحرز واللي هي معمرة على النسق العثماني. ما بحبوا الصيدويين مصطلح العيش المشترك لأنهم بيؤمنوا بالحياة الطبيعية اللي بتجمعهم من أجل هدف واحد وهو صيدا الوحدة ولبنان الواحد. ولا شك أنه صيدا اللي بتحتضن 4 كنائس منها 3 أثرية بعود زمن بنائها لمئات السنوات الماضية هي النموذج الأفضل لعظمة هالمدينة بكل مكوناتها. We'll be right back.
احنا موجودين بهذا المكان هذا من القرن الاول في مقام الرسولان بطرس بولس حد الكنيسة، يقول بكتاب اعمال الرسل انه اجا بولس الرسول من سور بعد ما امضى اسبوع بسور، اجا بالسفينة ونزل استأذن من قائد السفينة ينزل يزور الرعية بصيدا، وكان هونيك بطرس الرسول موجود، واجتمعوا مع بعضهم قبل ما يروحوا على روما لتنفيذ حكم الإعدام. فهذا مكان له قيمة أثرية وتاريخية كتير كبيرة، ما منشعر بتمييز أو تفرقة، بالعكس عايشين كلنا عائلة واحدة مسلمين ومسيحيين. بعدين عنا لقاءات دورية مع المطارني والمشايخ بالمدينة. أجراس الكنائس بصيدا بتتكامل مع أذان المساجد فيها، والتراث العمراني القديم بيضم أيضاً لائحة طويلة من المساجد الأثرية اللي بتتميز بطابعها الجميل. ومن هالمساجد المسجد العمري الكبير، ويلي بعود تاريخ بنائه للعام 1260 ميلادياً، واللي يعتبر من أكبر مساجد لبنان، وبتبلغ سماكة جدرانه حوالي المتر تقريباً، وهي بتتألف من الحجارة الرملية الضخمة اللي بتمنح البرودة بفصل الصيف والدفء بفصل الشتاء. زيارة صيدا من دون المرور على متحف الصابون يلي بتملكه عائلة عودة، وموجود بالحارة يلي بتحمل أيضاً نفس الاسم حارة عودة، وبيعود تاريخ المتحف إلى القرن 17. هذا المعمل عمره أكثر من 300 سنة تقريباً، تعمر سنة 1700. اللي عمر هي عائلة مغربية، عائلة حمود، وب 1880 اشتريته عائلة لبنانية، هي عائلة عودي. طبعاً الأحداث اللي صارت بلبنان اضطر هالمعمل يسكر ووقف عن الإنتاج. ضل مسكر ل 1996 لما قرر صاحبه الخواجة ريمو عودي أنه يرممه ويحوله لمتحف. يعني هلأ نحن بمتحف الصابون مش معمل، نعمل صابون بس مش هون مطرح تاني. وهلا مطرح ما نحن واقفين هي كانت تبلش عملية الطبخ. هيدي المواد الأساسية بصناعة الصابون. طبعا أهم شيء هو الزيت، بلبنان نحن مشهورين بزراعة الزيتون. فهالحب اللي بيقع أمه قبل أوانه بلموه وبيعصروه من زيته بيعملوا الصابون. حتى تتعرفوا أكثر على عملية تصنيع الصابون وشو المراحل اللي بيمرق فيها، ننصحكم بزيارة المتحف. ما فيكم تتركوا الصيدا بدون ما تزوروا أسواق التجارية القديمة واللي بأمنا ثلاثة: سوق الذهب، سوق البزركين، وسوق النجارين. هالأسواق يلي بتتميز بجمالها وغناها، واللي تم ترميم معظمها والعمل مستمر لترميم الباقي منها. المعالم التاريخية بصيدا حمام الشيخ يلي بعود تاريخه إلى القرن 16، وهو واحد
من 3 حمامات تركية أثرية بعدها عم تشتغل لحد اليوم، واحد ببيروت، واحد بطرابلس، والثالث هو هيدا الحمام. ونحن جمعية بنزرع أرز، ولكن حبينا نعمل شوية سياحة، نتعرف على مناطق اللبنانية، صيدا، سوق القديم، أنفة، كل هالمناطق. شو شفتوا بصيدا غير خان الفرنج أو بعد ما لحقتوا؟ لا، شفنا القلعة البحرية، شفنا سوق النجارين، شفنا كتير اشياء شباب، الحمام، خان الصابون، نكنيس مرنقولة، رائعة، زقزوق حمص، يلا صار بدكم. شو حبيت أكتر شي بصيدا؟ أكتر شي حبيت كيف يعمل الصابون. مدام شو حبيت بصيدا؟ القلعة، أول مرة بشوفها مزبوط. كل شيء حبيت، يعني القلعة حبيت، خان الفرنش حبيت، المعمل الصابون، المرنقولة، الكنيسة الأرثوذكسية اللي هي كتير قديمة، كله حلو. لو بيصير لي جيب العيلة كلها لحتى أعرفها على شعب صيدا المضياف، يلي هو صورة صغيرة عن لبنان يلي جدودنا بيعرفوه أسسوله، ومنتأمل هالشي هيدا يرجع يكبر بوجود هالخميرة الموجودة بصيدا، ونتأمل كمان هالشي الجديد يلي عم يفكر بالغربة يرجع لجذوره، لأنه الجذور هي الأساس بالحياة، ما بيجي نسمة هوا تقلبه. إن شاء الله خير، هيدا اللي نحن بنتمنيه، وحبين ما نترك صيدا قبل ما ناكل لقمة غدا فيها كمان. شو سمك؟ شو ما أكلنا بصيدا طيب، وبالأخص سمك صيدا. وصلنا للفقرة الأخيرة من البرنامج، وهي فقرة الحزورة. أكيد بالبداية رح أخبركم شو كان الجواب الصحيح عن السؤال يلي نسأل الحلقة الماضية، وهو شو كان عدد عواميد معبد جوبيتر يلي بقي منا اليوم 6 فقط؟ كان الجواب 54. أما مين ربح الجائزة رح نشوف سوا. ألف مبروك للرابح، أما شو بيربح كمان رح نشوف سوا. أوتيل كنعان ببعلبك بيقدم للرابح منامة لشخصين مع ترويقة، وهيك بتكونوا قريبين من كل المعالم السياحية والمواقع الأثرية ببعلبك، وتقدروا تقضوا نهار كامل بهالمدينة الرائعة وتتعرفوا عليها أكثر وأكثر. أما حزورة هالحلقة من صيدا، وهي قديش عدد كرة قضاء صيدا؟ إذن قديش عدد كرة قضاء صيدا؟ الاحتمال الأول 42 قرية، الثاني 50، والاحتمال الثالث 55. ما بدها شيء انترنت، هيك دقيقة دقيقتين وبتعرفوا الجواب. بس تعرفوا الجواب تبعتوا SMS على 1013، بتحطوا فقط الجواب، ونحن أكيد بالحلقة اللي جاية بنعلن عن اسم الرابح مع الهدية اللي بده ياخدها، وهي هدية قيمة غدا أو عشاء لأربع أشخاص بمطعم للزوات من مطعم الزوات. بعد في شغلة فيكن تبعتوا واتساب على الرقم 70 20 55 55. احذروا ليش؟ لحتى تبعتوا أجمل صورة أنتوا بتشوفوها إنه حلوة. أكيد لبنان كله حلو، بس فيكن تصوروا الطبيعة، فيكن تصوروا الأثار، فيكن تصوروا المعالم السياحية، وتبعتون على الرقم 70 20 55 55. ونحن الأسبوع اللي جاي رح نختار أجمل صورة، وأكيد صاحب أجمل صورة رح ياخد هدية قيمة بنعلن عنها بوقتها. برنامج مشوار بلبنان لليوم انتهى، ولكن مشواركن على مدينة صيدا إذا زرتوها ما رح يخلص بسهولة، أكيد مع جمال وتاريخها المنطقة الرائعة وطيبة أهلها واستقبالهم الرائع. وضروري إنكم تقصدوا هالمرفأ اللي احنا موجودين فيه لحتى تشتروا وتذوقوا أطيب سمك. إلى اللقاء.